يا رسول الله السلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك ونعم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طلابنا ماجد في كليه الاداب والعلوم الاجتماعيه قسم الاعلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المحاضره السابعه ضمن سلسله محاضرات اسس البحث العلمي الاعلامي للحديث عن المنهج التاريخي في مناهج البحث العلمي الاعلامي. والمنهج التاريخي يتكون من الوقائع والاحداث والحقائق التاريخيه التي حدثت في الماضي مره واحده ولن تكرر ابدا، على اساس ان التاريخ السرد على عنصر الزمن المتجه دوما الى الامام دون تكرار او رجوع الى الوراء. ودرس الاحداث اهميه كبرى في فهم ماضي الافكار والحقائق والظواهر والحركات والمؤسسات والنظم، وفي محاوله فهم الحاضره والتنبؤ باحكام واحوال المستقبل. لذلك ظهرت اهميه وحتميه الدراسه التاريخيه والبحوث العلميه التاريخيه التي تحاول بواسطه علم التاريخ والمنهج التاريخي ان تستعيد وتركب احداث ووقائع الماضي بطريقه علميه في صوره حقائق علميه تاريخيه لفكرة من الأفكار أو نظرية من النظريات أو مدرسة من المدارس أو مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية. ودراسة الوقائع والحوادث والظواهر التاريخية دراسة علمية تعتمد على العقل والمنطق، لا بد من استخدام المنهج العلمي التاريخي. مفهوم المنهج العلمي التاريخي، المنهج عرف المنهج التاريخي عدة تعريفات عامة وخاصة، منها التعريف العام الذي يقرر صاحبه أنه طريقة تاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية كأساس لفهم المشاكل والمعاصرة والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل. ومنها أيضا التعريف الذي يتميز بنوع من الدقة، هو تعريف المنهج التاريخي هو وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق والمسجلات مع بعضها بطريقة منطقية والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلى حقائق جديدة وتقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضر أو على الدوافع والصفات الإنسانية. من التعريفات التي تميز بالدقة أيضا أنه المنهج التاريخي مجموعة الطرائق والتقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي والمؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية وإعادة بناء الماضي بكل دقائقه وزواياه وكما كان عليه في زمانه ومكانه وبجميع تفاعلات الحياة فيه. وهذه الطرائق قابلة دوما للتطور والتكامل مع مجموعة المعرفة الإنسانية وتكاملها ونهج اكتسابها. عناصر ومراحل المنهج التاريخي، المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي يقوم بالبحث والكشف عن الحقيقة التاريخية من خلال تحليل وتركيب الأحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق والأدلة التاريخية وإعطاء تفسيرات ونبوات علمية عامة في صورة نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبيا. ويتألف المنهج التاريخي من عناصر ومراحل متشابكة متداخلة مترابطة ومتكاملة في تكوين بناء المنهج التاريخي ومضمونه، وهي أولا تحديد المشكلة العلمية التاريخية، اثنين جمع وحصر الوثائق التاريخية، ثلاثة نقد الوثائق التاريخية، رابعا أو أربعة عملية التركيب والتفسير. الخطوات، الخطوة الأولى هي عملية تحديد المشكلة العلمية التاريخية، أي تحديد المشكلة والفكرة العلمية التاريخية التي تقوم حول التساؤلات والاستفسارات التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عملية البحث التاريخي لاستخراج فرضيات علمية تكون الإجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات. تعتبر عملية تحديد المشكلة تحديدا دقيقا من أساسيات نجاح البحث التاريخي وكل البحوث العلمية. لذا يشترط في عملية تحديد المشكلة الشروط التالية: تكون معبرة عن علاقة بين متغيرين أو أكثر الاي في والدي في كما تكلمنا من قبل، ان تصاغ صياغه واضحه وكامله جامعه مانعه، ان تصاغ بطريقه جيده ملائمه للبحث العلمي. حصر الوثائق التاريخيه، بعد عمليه تحديد المشكله تاتي مرحله جمع كافه الحقائق والوقائع المتعلقه بالمشكله، وذلك عن طريق حصر وجمع كافه المصادر والوثائق والاثار والتسجيلات المتصله بعناصر المشكله، ودراسه وتحليل هذه الوثائق بطريقه علميه للتاكد من صحتها وسلامه مضمونها. ونظرا لأهمية وحيوية هذه المرحلة، أطلق البعض على المنهج التاريخي منهج الوثائق، فالوثائق التاريخية هي جوهر المنهج التاريخي، والوثيقة في اللغة الأداء والبينة المكتوبة الصحيحة والقاطعة في الأبحاث في الإثبات. أما في الاصطلاح فهي جميع الآثار التي خلفتها أفكار البشر القدماء، والوثائق أوسع من النص المكتوب حيث تشمل كافة الوثائق والمصادر والأدلة والشواهد التاريخية. إذن
فهي إما تكون أصلية، هذه الشواهد والأدلة والوثائق، إما تكون أصلية وأولية أو ثانوية وتكميلية، مكتوبة أو غير مكتوبة، إما تكون رسمية أو غير رسمية، مادية أو غير مادية، وهي تتضمن تسجيلا لحوادث ووقائع تاريخية أو لبعض أجزائها وعناصر التاريخ. الخطوة الثالثة في منهج التاريخي هو نقد الوثائق التاريخية. بعد عملية حصر وجمع الوثائق التاريخية تأتي مرحلة فحص وتحليل هذه الوثائق تحليلا علميا دقيقا عن طريق استخدام كافة أنواع الاستدلالات والتجريب للتأكد من مدى أصالة وهوية صدق هذه الوثائق. وتعرف عملية التقييم والفحص والتحليل هذه بعملية النقد، وتتطلب صفات خاصة في البحث مثل الحس التاريخي القوي، الذكاء اللماح، الإدراك العميق، الثقافة الواسعة، والمعرفة المتنوعة، وكذا القدرة القوية على استعمال فروع العلوم الأخرى في تحليل ونقد الوثائق التاريخية مثل اللغة وعلم الكيمياء وعلم الأجناس ومعرفة اللغات القديمة والحديثة. وهذا النقد قد يكون نقدا خارجيا وقد يكون نقدا داخليا. إذا هناك نقد خارجي للوثائق التاريخية وهناك نقد داخلي للوثائق التاريخية. الوثائق التاريخية يستهدف هذا النقد التعرف على هوية وأصالة الوثيقة والتأكد من مدى صحتها وتحديد زمان ومكان وشخصية المؤلف للوثيقة، وكذا ترميم أصلها إذا طرد عليها تغيرات وإعادتها إلى حالتها الأولى. ويمكن القيام بهذه العملية عن طريق طرح الأسئلة التالية: هل تطابق لغة الوثيقة وأسلوب كتابتها وخطها وكيفية طباعتها من أعمال المؤلف الأخرى مع الفترة التي كتبت فيها الوثيقة؟ هل هناك تغيرات في الخطوط؟ هل هذا المخطوط أصلي أم هو نسخة منقولة عن الأصل؟ هل يظهر المؤلف جهلا ببعض الأشياء التي كان من المفترض أن يعرفها؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تتعلق بالجانب المادي والمظهر الخارجي للوثيقة. الوثيقة أو الوثائق التاريخية تتم عن طريق تحليل وتفسير النص التاريخي والمادة التاريخية، وهو ما يعرف بالنقد الداخلي الإيجابي، بواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته، وهو ما يعرف بالنقد الداخلي السلبي. ويمكن القيام بعملية النقد الداخلي بواسطة طرح الأسئلة التالية: إذا عندنا نقد داخلي إيجابي وعندنا نقد داخلي سلبي، يمكن القيام بعملية النقد الداخلي سواء كان إيجابي أو سلبي بواسطة طرح الأسئلة التالية: هل اتجاهات وشخصية المؤلف تؤثر في موضوعية التأليف في ملاحظته وتقرير الحوادث التاريخية؟ هل ما كتبه المؤلف كان بناء على ملاحظته المباشرة أم نقلا عن شهادات أخرى أو اقتباسا من مصادر أخرى؟ هل حالة المؤلف الصحية وسلامة حواسه وقدراته العقلية تمكنه من الملاحظة العلمية الدقيقة والكاملة للحوادث التاريخية وتسجيلها بصورة سليمة؟ هل يملك المؤلف المهارات والقدرات والمعرفة اللازمة لتمكينه من ملاحظة الحوادث التاريخية وتسجيلها؟ ثاني، هل المؤلف صاحب الوثيقة حج في الميدان؟ وما إلى ذلك من الأسئلة التي يمكن أن تضبط الأمر بالنسبة للوثيقة الداخلية. النقد، ما هي بعض القواعد التحليل والنقد؟ بعض قواعد التحليل والنقد وضع دالان فان بعض القواعد والمبادئ التي تساعد على عملية النقد وتحليل الوثائق التاريخية. منها: لا تغرق في الوثائق التاريخية القديمة مفاهيم وأفكار أزمنة لاحقة متأخرة. لا تتسرع في الحكم على المؤلف بأنه يجهل أحداث معينة لأنه لم يذكرها، ولا يعتبر عدم ذكر أحداث الوثائق دليل على عدم وقوعها. لا تبالغ في تقدير قيمة المصدر التاريخي ولا أعطيه قيمته العلمية الحقيقية. 4. لا تكتفي بمصدر واحد فقط ولو كان قاطع الدلالة والصدق، بل حاول كل ما أمكن ذلك تأييده بمصادر أخرى. 5. إن الأخطاء المتماثلة في مصدرين أو أكثر تدل على نقل على بعضها البعض أو نقل من مصدر واحد مشترك. 6. الوقائع التي يتفق عليها الشهود والأكثر كفاية وحجة تعتبر مقبولة. 7. يجب تأييد وتدعيم الشهادات والأدلة الرسمية الشفوية والكتابية والشهادات والأدلة غير الرسمية كل ما أمكن ذلك. 8. اعترف بنسبية الوثائق التاريخية وقد تكون دليلا قويا وكافيا في نقطة معينة ولا يعتبر كذلك في نقطة أو نقاط أخرى. التركيب والتفسير أي مرحلة صياغة الفرضيات والقوانين المفسرة للحقيقة التاريخية. بعد القيام بعمليتي الجمع والنقد يكون الباحث قد تحصل على المعلومات والحقائق التاريخية اليقينية المبعثرة والمتفرغة. تأتي عملية التركيب والتفسير التاريخي وعملية استعادة الوقائع والتركيب والتفسير التاريخي للوقائع والأحداث التاريخية يسموها reconstruction، وهي تنظيم الحقائق التاريخية الجزئية المتناثرة والمتفرغة وبناءها في صورة أو فكرة متكاملة وجيدة من ماضي الإنسان.
ترتيب التفسير المراحل التالية: تكوين صورة فكرية واضحة لكل حقيقة والحقائق تحصل عليها وللموضوع ككل الذي يدور حول الحقائق التاريخية المجمعة. 2- تنظيم المعلومات والحقائق الجزئية والمتفرغة وتصنيفها وترتيبها على أساس معايير ومقاييس منطقية، وحيث تجمع المعلومات المشابهة والمتجانسة في مجموعات وفئات مختلفة. 3- ملء الثغرات التي تظهر بعد عمل التوصيف والتصنيف والترتيب للمعلومات في إطار وهيكل مرتب منظم. تتم عملية ملء الفراغات هذه عن طريق المحاكمة، التي قد تكون محاكمة تركيبية سلبية عن طريق إسقاط الحادث الناقص في الوثائق التاريخية على أساس أن السكوت حجة، وقد تكون المحاكمة إيجابية واستنتاج حقيقة أو حقائق تاريخية لم تشر إليها الوثائق من حقيقة تاريخية أثبتتها الوثائق والأدلة التاريخية باستعمال منهج الاستدلال. 4- ربط الحقائق التاريخية بواسطة علاقات حتمية وسببية قائمة بينها، أي عملية التسبيب والتعليل التاريخي، وهي عملية البحث عن الأسباب التاريخية والتعليلات المختلفة. فعملية 4-5- عملية التركيب والبناء لا تتحقق بمجرد جمع المعلومات والحقائق من الوثائق، بل هي عملية البحث والكشف والتفسير والتعليل عن أسباب الحوادث وعن علاقاتها الحتمية والسببية التاريخية للوقائع والحوادث التاريخية. تنتهي عملية التركيب والتفسير التاريخي باستخراج وبناء النظريات والقوانين العلمية الثابتة للكشف عن الحقائق العلمية. المنهج التاريخي في منهج الدراسات الإعلامية يطلع على المنهج التاريخي بدور هام وأساسي في ميدان الدراسات والبحوث العلمية الإعلامية والإدارية والاتصالية، التي تتمحور حول الوقائع والأحداث والظواهر الإعلامية المتحركة ومطورة ومتغيرة باعتبارها وقائع وأحداث والظواهر الإنسانية بالأصل. ويقدم المنهج التاريخي الطريقة العلمية الصحيحة للكشف عن الحقائق العلمية التاريخية للنظم والوصول للمدارس والنظريات والأفكار الإعلامية والإدارية والتنظيمية. يقوم المنهج التاريخي بالبحث على أساس دراسة أحداث الماضي وتفسيرها وتحليلها بهدف التوصل إلى قوانين عامة تساعدنا على تحليل أوضاع الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، وهو بذلك يصف الحوادث بطريقة موضوعية ويحاول أن يربطها بسياق زمني من أجل تقديم قصة مستمرة من الماضي الحاضر والمستقبل. منهج التاريخ والدراسة الإعلامية ما زال مستمر، إن المنهج التاريخي هو الذي يقود إلى معرفة الأصول والنظم والفلسفات والأسس التي يستفيد منها النظم والقواعد والمبادئ والأفكار الاتصالية والتنظيمية الحاضرة، وذلك عن طريق حصر وجمع كافة الوثائق التاريخية وتحليلها ونقدها وتركيبها وتفسيرها لمعرفة وفهم حاضر فلسفات ونظم وقواعد ومبادئ الأفكار الاتصالية السائدة والسارية المبعوث، لفهم واقع النظم الاتصالية والإدارية المعاصرة فهما سليما حقيقيا أولا، وتطويرها بما يجعلها أكثر ملائمة وتفاعلا وانسجاما مع واقع البيئة والحياة المعاصرة ثانيا. يمكن النظريات السياسية أو النظريات المعيارية أو نظريات الإعلام 4 تدخل ضمن هذا المنهج التاريخي. المنهج التاريخي من الدراسة الإعلامية، وإذا الظواهر والظواهر الاجتماعية كالظواهر التاريخية، ظواهر اجتماعية وظواهر إعلامية، طبعا تعتبر الظواهر الإعلامية هي ظواهر اجتماعية، فالظواهر التاريخية زمانية في أغلب الأحوال، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بواقع المجتمع الماضية تأثرت بها بنشأتها ونموها، وذلك فلا بد للباحث الاجتماعي من الرجوع إلى الماضي لتعقب الظاهرة منذ نشأتها والوقوف على عوامل تغيرها وانتقالها من حل إلى حل. يستخدم المنهج أيضا في دراسة الحاضر من خلال دراسة الظواهر وأحداثها وتفسيرها بالرجوع إلى أصلها وتحديد التغيرات والتطورات التي تعرضت لها ومرض عليها والعمل والأسباب المسؤولة عن ذلك والتي منحتها صورتها الحالية. ويتضمن البحث التاريخي وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق والسجلات مع بعضها بطريقة منطقية، والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤسس حقائق جديدة أو تقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة والصفات والأفكار الإنسانية. فالباحث الذي يستخدم المنهج التاريخي يستطيع من خلال تطبيق أدوات البحث العلمي في دراسته كالدقة والموضوعية والأمانة الفكرية وجمع البيانات وتحليل وتفسيرها أن يصل إلى ربط الأحداث التاريخية وإيجاد بعض العلاقات السببية بينها، ومن ثم محاولة وضع قوانين يمكن تعميمها والاستفادة منها. تطبيق المنهج التاريخي بين الدراسة الإعلامية، وينبغي على الطالب أن يميز بين عمل الباحث الاجتماعي وعمل المؤرخ، إذ ينصب اهتمام الباحث على تفسير وتحليل الحدث وليس سرد الأحداث وربطها بظروف بيئية بيئتي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بينما يذهب عمل المؤرخ إلى تدوين الحدث والإلمام بتفاصيل الماضي والأحداث الفردية المنفردة مثل شرح سرد أحداث معركة حدثت بين قوتين، بينما يقوم الباحث الاجتماعي أو الباحث الإعلامي بتحليل الحرب كظاهرة اجتماعية عند أكثر من مجتمع واحد وعبر حقبة زمنية واسعة بعيدة أن يصل إلى أنواع الصراعات الاجتماعية. إلا أن نوع المنهج أو الظاهرة المدروسة تفرض على الباحث استخدام نوع الطريقة المنهجية وليس رغبته الخاصة
أو له الحرية في اختيار منهج دراسته. فمثلا إذا أراد الباحث يدرس أسباب تدني أسلوب الصحة في القرن العشرين في مجتمع ما، فإن عليه استخدام البيانات التاريخية لتلك الحقبة الزمنية. المنهج التاريخي للمية التاريخية أبعاد عديدة، لكن نذكر منها الكشف عن جوانب الطبيعة البشرية في الماضي وكيف تطور المجتمع الإنسان والفكر الاجتماعي ومسار تطوره. أيضا من إيجابياتها يوضح جذور الحياة المعاصرة الحديثة، وهذه قدرة منهجية كبيرة تمتع بها المنهج التاريخي، لأن الحياة المعاصرة قائمة على الحياة السابقة وامتدادا لها، ولا يمكن دراسة الحاضر دون الرجوع إلى الماضي. سلبيات تتضمن فرضيات تخمينية غير يقينية، أي غير قابلة للتحقق منها بشكل عام، لا سيما أن البدايات الأولى للتاريخ الإنساني غير معروفة. أيضا من سلبياته لا يستطيع أن يفسر لنا كيفية ربط الماضي المجهول عندنا بالحاضر المعروف، فهو بهذه الحالة لا يعطينا شيئا ولا يفسر شيئا، إنما هو منهج تأويلي. ثلاثة من سلبيات المنهج التاريخي أن آراء المؤرخين تختلف حول الموضوع التاريخي الواحد، وأن بعضهم ينقد بعضا، وهذا دليل على ضرورة احترام وجود العنصر الذاتي في التفكير التاريخي. أربعة، سلبية الرابعة أن الدراسات التاريخية موضوع تعديل مستمر، إذ يتوقع أن تظهر في المستقبل وجهات نظر جديدة تفسر الوقائع الماضية على نحو جديد بسبب الكشف عن وقائع جديدة وبسبب اختلاف عقلية العصر الذي يعيش فيه المؤرخ. ورغم هذه السلبيات في المنهج التاريخي، منهج ناقد يبحث عن حقيقة من خلال أسلوب علمي. كذلك فإن الاعتماد على الملاحظة غير المباشرة في هذا المنهج لا تنقص من قيمته، خصوصا إذا ما تم إخضاع البيانات للنقد والتمحيص الدقيق. هي مصادر المنهج التاريخي؟ طبعا مصادر كما تكلمنا عنها الحقائق أو البيانات تكون مدونة في سجلات مثل الوثائق والمطبوعات والبحوث والدراسات الإحصائية التي تصدرها الهيئات المختلفة. تنقسم المصادر التاريخية لثلاث أقسام، هي مصادر أولية، مصادر ثانوية، مصادر ميدانية. المصادر الأولية هي أقوال الأشخاص المعتمدين الذين عاصروا الحدث في زمانه ومكانه كوجهاء وعيان وشيوخ المجتمع الدراسة، والاعتماد عليهم كمخبرين، وكذلك السجلات والوثائق الرسمية الصادرة عن مؤسسات حكومية أو جهات رسمية، والسجلات الصادرة عن مؤسسات حكومية أو جهات رسمية، والسجلات الشخصية كالسير الذاتية والوصايا والمذكرات، كما تشتمل هذه المصادر على القوانين واللوائح أيضا، وهذه طبعا يحصل عليها الباحث بنفسه. أما المصادر الثانوية وهي ما نقل أو اشتق أو أخذ عن مصادر أولية، أي أن الجهة التي تستفيد أو تستخدم البيانات الأولية تعتمد على البيانات التي تنشر في البحوث أو الرسائل العلمية أو في الصحف والمجلات، وتكون مستقاة من مصادر أولية أو مصادر ثانوية أخرى. الأفضل استخدام مصادر أولية، إذ أن المصادر الثانوية كثيرا ما يكون أو تكون معرضة للأخطاء الناتجة عن عدم الدقة في نقل البيانات أو أخطاء في الكتابة والتحليل، كما أن المصادر الأولية قد تحتوي على تفاصيل أكثر بطبيعة الحال من المصادر الثانوية. والرسائل العلمية يراعى في كتابتها أن تكون مستندة إلى مصادر أولية بتحقيقها والتأكد من صحتها. طبعا زي ما قلنا المصادر الأولية هي التي يقوم بجمعها الباحث من الشهود يعني. ثالثا، مصادر ميدانية، إذا ما كانت المعلومة المطلوبة موجودة لدى بعض الأفراد أو الهيئات أو تكون مشاهدات غير مدونة في سجلات، فإن الباحث يقوم بجمعها عن طريق توجيه أسئلة لأفراد أو الحصول عليها عن طريق المشاهدة المباشرة أو دراسة الآثار وبقايا الحضارات القديمة والتراث التاريخي لبعض الثقافات عن طريق مشاهدات الرحالة. المصادر، بعد ما نختار المصدر سواء كان مصادر أولية أو ثانوية أو ميدانية لازم نعمل اختبار، وسواء كان مصدر أوليا أو ثانويا أو ميدانية فإنه يتعين على الباحث دائما أن يبذل محاولة في سبيل التأكد من صدق المصدر ومدى دقته، إذ أن بعض المعلومات والبيانات التاريخية تكون غير دقيقة. لذلك يتعين على باحث المنهج التاريخي قبل استخدام المعلومات التاريخية أن يجري نوعين من اختبارات أو تحليلات المصادر التاريخية. النوع الأول، التحليل الأول، هو التحليل الخارجي، أي أن بمعنى أن يتحقق من شخصية المخبرين وشخصية المؤلف والكاتب وزمن الوثيقة ومكان الصدور، وذلك من مدى صدق الوثائق من حيث وصلت مصدر المعلومات وتأكد من عدم التزوير فيها. التحليل الداخلي، أن يتحقق من الظروف التي ظهرت فيها وثائق الدراسة والتأكد من مدى صحة محتوى المادة التي تحويها الوثيقة أو المصدر من حيث دقة المعاني والرموز والمحتويات الأخرى. إذن لابد من التحليل الخارجي والداخلي. يعني هي نفس الخطوات التي تتبع في جميع المناهج العلمية من تحديد المشكلة البحثية إلى الوصول إلى النتائج، ولكن نحصر خطوات المنهج التاريخي بعدد من الخطوات المسلسلة المترابطة كما يلي: واحد، تحديد المشكلة بحيث الموضوع والزمان والمكان،
2 تحديد مصادر جمع المعلومات ومنها مصادر المنهج التاريخي معين السجلات والوثائق الآثار والشواهد التاريخية الدراسات التاريخية القيمة القديمة طبعا. 3 الخطوة الثالثة هي تحديد وحدة التحليل التاريخي، وهي وحدة قد تكون زمانية وقد تكون هذه الوحدة مجموعة من الجماعات أو نظاما أو ظاهرا أو مجتمعا محليا. 4 تحليل البيانات التاريخية أو ما يسمى أحيانا بالتحليل التاريخي، وعلى الباحث أن يبذل محاولة جادة في سبيل التأكد من صدق مصدر جمع البيانات ووقته. خطوة أو آخر شريحة في المنهج التاريخي هي صياغة الفروض في المنهج التاريخي. طلب البحث أن يضع الباحث فرضا أو فرضيات تساعده في تحديد مسار اتجاهه إلى جمع المعلومات معينة، ثم يقوم الباحث بتعديل الفرض في ضوء ما يجمعه من معلومات. والفروض التي يفترضها المؤرخ قد تكون في شكل تعليل لحادثة أو ظاهرة معينة، أو في شكل مسلمة من مسلمات أو افتراض من افتراضات التي يمكن أن يبني عليها حكم معين إلى آخره. الفروض في البحث التاريخي تطلب مهارة فائقة، ويعتبر جمع المعلومات المصادر الأولية والثانوية ونقد هذه المعلومات بمثابة اختبار لفرضيات الدراسة وإثبات أو نفي لها. مروج المنهج التاريخي في علم الاجتماع الفكر ابن خلدون 1332-1406 في مقدمته حينما ربط الأحداث التاريخية الاجتماعية ببعض. كما يظهر استخدام المنهج التاريخي لدى علماء الاجتماع والأنثروبولوجية واضحا في دراساتهم للثقافة، وتقوم هذه العملية على أساس دراسة وتصنيف الخصائص الثقافية وتتبعها وأثر التتابع الزمني عليها. بهذا ننتهي هذه المحاضرة، وهناك أسئلة للتعلم الذاتي، ما المنهج التاريخي وما خطط البحث العلمي. هناك سؤالين، أسئلة المنهج التاريخي وما المنهج التاريخي. والمنهج التاريخي هو من مناهج البحث العلمي الذي يتم البحث في الوثائق والسجلات والبيانات التاريخية لفهم إحدى الإشكاليات، والهدف إما دراسة فكرية معلوماتية أو علاج ظاهرة سلبية. Quantitative research follows a positivist research philosophy, which is based on a scientific approach to research. The researcher would observe objectively in an attempt to either prove or disprove their hypothesis. This is made possible through the collection of data that can be measured. It has the advantage of being able to use larger samples, which would then often be used to represent a larger group. A good example of this would be polling for an election. A sample group is used to represent the population, and they are then asked specific questions that can be measured. It is then possible to gauge who is leading in the polls and therefore more likely to win the election. On the other hand, qualitative research tends to use an exploratory scientific method that enables a more in-depth inquiry into the subject area. The research is used to generate a hypothesis and develop an understanding about particular people, places, or groups. It uses words and images rather than numbers and focuses on a smaller sample group to help aid a deeper analysis of the topic. Qualitative researchers prefer not to make generalizations based on their findings. Mixed methods research involves combining quantitative and qualitative research. It takes a more pragmatic approach whereby the type of research used should be based on what will best help you answer your research question. The research required will generally fit somewhere on this continuum. Your research question can also be a good indicator as to which way one should approach their research. For example, your question may include words like measure or explore, clear pointers as to the type of research that needs to be carried out. التجديد الإلغاء نستودعكم الله الذي لا تدوم ودائعه وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.